السلام عليكم، يعطيكم العافية. طبعا عندنا هون نحن الباركينج سيستم، باركينج مانجمنت سيستم. طبعا اللي بيشتغل في اوبشن ال بي ار هنا، يعني اوبشن اليو اتش اف والاوبشن الاكسس كنترول. كيف ال بي ار بيشتغل؟ ال بي ار بيشتغل مع الماركينج سيستم تحت السوفت وير باسم الفايس سكيورتي فيبل. طبعا لازم يكون موصول بمديول خاص بمديول ال بي ار علشان يعطي البلاي. نعمل على الموضوع عندنا بلاي عندنا اليو اف اف بيشتغل على موضوع الاستيكر، وعندنا موضوع الاكسس كنترول.